سؤال عن الذبيحة الذي اختيل في شاطئ الفرات. دفع عالم اللاهوت المقارن القسون كولاشيفيلي من جمهورية جورجيا إلى تجشم عناء السفر والمشاركة في مسيرة 40 المليونية من أجل التعرف على الكثير من التفاصيل التي تخص هذه الشخصية العظيمة والموالين السائرين بإرثها، ومعرفة الأسباب التي تدفع هذه الملايين إلى التمسك بالإمام الحسين عليه السلام وإحياء ذكراه بهذه القوة. It was an overwhelming experience. كانت تجربة غامرة، الدخول لأول مرة إلى العتبة المقدسة. أدركت أنني أنتمي إلى الإمام الحسين، والإمام الحسين ينتمي لي، لأن الهدف الذي نهض من أجله هدف عالمي وهدف كوني، ولذلك تأثرت كثيرا في التجربة، وسوف أستمر بإخبار إخواني وأخواتي المسيحيين إن في حضرة الإمام الحسين قد خضت واحدة من أعمق التجارب الدينية الممكنة. الإمام الحسين بالنسبة لي كشخص من الديانة المسيحية شخصية واقعية ومهمة جدا، وأعتقد أني أرغب لبقية العالم أن يعرفوا أن بإمكان زيارة 40 أن تكون منارة الأمل لنا، وهو المكان الذي سيعطي الناس فيه ويحصلون على الكرم واللطف بدون أي أجندات خفية وبدون أي أسباب سياسية. هذه نعمة، وهذا هو المكان الذي سوف يقوم بتجربته أكبر عدد ممكن من الناس، بالإضافة إلى إيماننا المشترك في الإنسانية والمستقبل وكذلك في العدالة. المجيء سيرا على الأقدام من النجف إلى كربلاء يعتبر رمزا يدل على أن الناس يرغبون بالسلام ويرغبون بالعدالة والمساواة والحرية، والسير معهم ورؤيتهم ومشاهدة كرمهم بالأخذ والعطاء أثناء المسير في زيارة 40، وإني قد وقعت في حب الشعب العراقي بسبب كرمهم وشهامتهم وتقبلهم للناس الغرباء، وأود أن أستمر بصلاتي ودعائي للشعب العراقي ولأصدقاء المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين وإلى أي شخص آخر يعيش في هذا البلد. لقد رأينا السلام والازدهار والعدالة في هذا البلد.